السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخواتي، الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا، ولم يتركهم سدى وهملا، بل خلقهم لغاية عظيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد تفضل الله عز وجل على عباده ومنحهم لذة في العبادة لا تضاهيها أي لذة من لذات هذه الدنيا الفانية. وهذه القلوب أيها الأحبة، وهذه اللذات في القلوب تتفاوت من شخص لآخر حسب قوة إيمانه وضعفه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة،
ولا نجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الحياة الطيبة وهذه الراحة والطمأنينة والسعادة تكون بعبادة الله تعالى وحده، وبتعلق القلب بالله عز وجل، وبدوام ذكره وشكره وحسن عبادته. أما من أعرض عن هدى الله عز وجل وما جاء به رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فإن له معيشة ضنكا، فليبشر بالعذاب الأليم الذي يكون بين جنبيه وفي صدره كأنما يصعد في السماء والعياذ بالله من الحرج والضيق والضنك والهم والغم. وإن تنعى مظاهره وإن لبس ما لبس وإن ركب ما ركب وإن سكن ما سكن إن لبس ما شاء أو أكل ما شاء أو تنعم بما شاء فإن قلبه والله في قلق وحيرة وشك. والسؤال هنا كيف يحصل العبد لذة العبادة ونحن في شهر العبادة، وما صور ذلك وما موانعه؟ إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، من أعظم الأسباب الموصلة إلى لذة العبادة وتحصيلها مجاهدة النفس على العبادة. رمضان ما زال متقدما، العشر أيام الأولى لم تهي يا عباد الله، يا باغي الخير أقبل، لا بد من مجاهدة النفس. بعضهم صلى أو قام ليلة وليلتين وثلاثة ثم تعب فانقطع، وبعضهم قرأ جزئين وثلاثة وأربع ثم انقطع. لا بد يا إخوتي الكرام وأخواتي من مجاهدة النفس على العبادة والتصبر. قال ثابت البناني: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. وقال أبو يزيد: سقت نفسي إلى الله وهي تبكي، فما زلت أسوقها إلى الله حتى انساقت وهي تضحك. هكذا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا جاهد العبد نفسه هداه الله وسهل له ما كان صعبا عليه، سهل له الوصول إلى ما جاهد نفسه عليه. ومن أسباب لذة العبادة يا عباد الله الإكثار من النوافل وتنويعها حتى لا تمل النفس وتقبل على الطاعات ولا تدبر. لا بد من التنويع، فتارة نوافل الصلاة وأخرى نوافل الصيام. طبعا هذا في غير رمضان، لكن الحمد لله نحن رمضان متتابع الصيام. وثالثة نوافل الصدقة، ورابعة ذكر الله والاستغفار، وخامسة الدعاء، وسادسة الإحسان إلى الناس، صلة الأرحام، قراءة القرآن، تدبر القرآن، أشياء كثيرة نوافل شتى بين يديك في موسم الخيرات يا عبد الله ويا أمة الله. وهذا يورث محبة الله عز وجل، هذا يورث محبة الله عز وجل، لأنه عز وجل يقول في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا هو الشاهد، أتريد أن يحبك الله عز وجل؟ فتقرب إليه بالنوافل ونوع في هذه النوافل. ومن الأسباب الموصلة إلى لذة العبادة يا عباد الله أن نتأمل في سير الصالحين والصالحات كذلك. قال جعفر بن سليمان: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع كأنه ثكلى. الثكلى هي التي فقدت بعلها أو زوجها أو ولدها، هذه هي الثكلى، كأن وجهه وجه ثكلى، أي من الخشوع والرقة والإقبال على الله عز وجل. ومن أعظم الأسباب المؤدية إلى لذة العبادة يا عباد الله قراءة القرآن بتدبر
وتمعن وتأمل، فإن في القرآن شفاء للقلوب من أمراضها، وترقيقا لما أصابها من قسوة، وتذكيرا لما اعتراها من غفلة، مع ما في هذا القرآن العظيم من وعد ووعيد وتخويف وتهديد، ومن أسباب لذة العبادة، وخصوصا بالنسبة للتدبر أيها الأحبة، تدبر ما يتلى في الصلاة، سواء صليت لوحدك أو صليت خلف الإمام، تدبر ما يتلى في الصلاة من أعظم ما يحصل اللذة، لذة العبادة، ويعين على ذلك. ومن أسباب لذة العبادة الخلوة بالله عز وجل والأنس به سبحانه وتعالى، بحيث يختار العبد أوقاتا تناسبه في الليل أو النهار، يخلو فيها بربه ويبعد فيها عن ضجيج هذه الحياة وصخبها، يناجي فيها ربه، يبث شكواه إلى ربه عز وجل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن لابد من التوسل إلى الله عز وجل. فكم لهذه الخلوات أحبتي من آثار على القلوب وتجليات عليها. قيل لمالك بن مغفل وهو جالس في بيته لوحده: ألا تستوحش؟ قال: أو يستوحش مع الله أحد؟ أو يستوحش مع الله أحد؟ وكان حبيب أبو محمد يخلو في بيته ويقول: من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بك فلا أنس. ومن أسباب لذة العبادة البعد عن الذنوب والمعاصي، فكم من ساعة شهوة أورثت ذلا طويلا، وكم من ذنب حرم طاعات وحرم قيام الليل سنين عددا، وكم من نظرة محرمة حرمت صاحبها نور البصيرة والتوفيق والتسديد. قال يحيى بن معاذ: سقم الجسد بالأوجاع. الجسد يمرض بالأوجاع والأمراض، وسقم القلوب بالذنوب، فكما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه، كذا القلب لا يجد لذة العبادة مع الذنوب. ثم ننتقل أحبتي إلى صور من لذة العبادة. فمن أبرز صور لذة العبادة لذة الإيمان، هذا من مظاهر لذة العبادة. لذة الإيمان لا تعادلها أي لذة من لذائذ هذه الدنيا الفانية. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وفي رواية: وجد طعم الإيمان. الإيمان إذن له حلاوة، له طعم يذاق بالقلوب، كما تذاق الأطعمة والأشربة بالألسن. نسأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا. ومن صور لذة العبادة لذة الصلاة يا عباد الله. الصلاة لها لذة عظيمة، وجدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولما قال لبلال: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. اليوم بعض الناس يقولون: يا إمام أرحنا من الصلاة، خفف علينا، أطلت علينا، لماذا تثقل علينا؟ ونحن في مواسم الخيرات ومواسم الطاعات، ربما لا يعود علينا أو لا يعود بنا هذا الشهر أيها الأحبة، الله أعلم. نسأل الله حسن الختام. ولم يقل عليه الصلاة والسلام: أرحنا منها. لذة الصلاة وجدها عروة بن الزبير رحمه الله ورضي عنه لما قطعت رجله في الصلاة، وهو لا يشعر أنسته لذة الصلاة مرارة الألم ولا بنج ولا شيء، إنما تعلق بالله عز وجل وغاب في هذه الصلاة. ومن ذلك لذة قيام الليل. والدة عمر ابن المنكدر تقول لابنها: إني أشتهي أن أراك نائما، يعني في الليل يا بني لماذا لا تنام؟ قال: يا أمه والله إن الليل ليرد علي
فيهولني فينقضي عني وما قضيت منه أربي. يعني يهولني يعني يخيفني أن ينقضي الليل وأنا إلى الآن ما حصلت أربي وحاجتي منه. فكذا فلذلك دائما يقوم الليل. قال بعضهم إني لأفرح بالليل حينما يقبل لما يلتذ به عيشي وتقر به عيني من مناجاة من أحب وخلوتي بخدمتي والتذلل بين يدي، وأغتم للفجر إذا طلع. لماذا؟ لما أشتغل بالنهار عن ذلك به عن ذلك. ومن أعظم صور لذة العبادة لذة تلاوة القرآن. يقول عثمان قولته المشهورة رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم لما شبعتم من كلام الله. قال ابن القيم: وكيف يشبع المحب من كلام من هو غاية مطلوبه، إلى أن قال: فلمحب القرآن من اللذة والحلاوة والسرور أضعاف ما لمحب السماع الشيطاني، أي سماع الأغاني والموسيقى يا عباد الله. ومن صور لذة العبادة لذة الإنفاق في سبيل الله، للإنفاق في سبيل الله لذة عظيمة وجدها أبو طلحة رضي الله عنه الذي أنفق أعز ماله في سبيل الله. ووجد هذه اللذة أيضا أبو الدحداح الذي جعل مزرعته كله لله، فقال عليه الصلاة والسلام: كم من عفق معلق في الجنة لابن الدحداح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عباد الله، من أعظم موانع لذة العبادة الذنوب والمعاصي. يذكر ابن الجوزي رحمه الله أن بعض أحبار بني إسرائيل قال: يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فقيل له: كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟ الحرمان من حلاوة مناجاة الله ولذة العبادة هذه والله عقوبة عظيمة. ولذا قال ابن القيم: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، والعياذ بالله. ومن موانع لذة العبادة كثرة مخالطة الناس، هذا مما يفقد العبد لذة العبادة، ولا سيما في مثل هذه المواسم كثرة المخالطة داء، والتوسط في ذلك هو الحق والعدل. لا تنقطع على الناس، لا تنقطع على أهل الخير، لكن التوسط هو العدل والحق. ومن الموانع أن تتحول العبادات إلى عادات، فإذا تحولت إذا تحول الصيام أو القيام إلى مجرد عادات وحركات تؤدى، فقد فقدت لذة العبادة وفقدت حلاوتها كما هو مشاهد والله المستعان. ومن أعظم موانع لذة العبادة النفاق، نعوذ بالله منه. فإذا كان في القلب نوع من الرياء والنفاق فإن ذلك يكون مانعا وماحقا من حصول هذه اللذة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. فإذا أردت يا عبد الله، وإن أردت يا أمة الله، إذا أردنا جميعا أن نحصل لذة العبادة ونتفيأ ظلالها ونقطف ثمارها ونتنعم بخيراتها، فلنعمل بالأسباب الجالبة لذلك ولنبتعد عن صوارفها وموانعها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين،
لك شكارين إليك أواهين منيبين يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على الصيام، أعنا على الصيام، وأعنا على القيام، وأعنا على قراءة القرآن، وأعنا على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. واغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت فتنة بقوم فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشى، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. نعوذ بك يا مولانا من هؤلاء الأربع. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، تراصوا، تناظروا، أكمل الصف الأول فالأول. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله، سمع الله لمن حمده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة